رح يشوفوا جميع هموم المواطنين اللي هني كانوا كابتين بظن هاي الازمه، واللي الناس ادعت انه هي تمسحت تمام، بس العالم ما تمسحت، وفي شيء دائما مكبوت جواتنا، ونحن كوننا ممثلين فرقه لامار نحن واكبنا هذا الشيء، وكل حدا فينا عنده وجعه وحبينا بينه للعالم. دوري بالمسرحيه هو دور الشاب يلي فقد امه خلال هالحرب وخلال هالازمه. المسرحيه بتحكي عن الفوبيا، فوبيا الواقع، فوبيا الخوف يلي عايش جواتنا، الخوف يلي نحن ما عم نحسن نطالعه، الخوف انه عالم صار صابه اوجاع كثيره، صابه امراض كثيره. التمثيل بالذات يعني هو عن حب، يعني مو عن شيء خارجي او هيك، يعني انت بتحبي بتمثلي، انت بتفشي خلقك، يعني بتعطي شخصيه حدا تاني. التجربه كثير حلوه وانا كثير بنبسط لما بمثل، يعني بطلع كل شيء جواتي. كثير مهم نساوي هيك شيء لان حتى نفرجي العالم انه نحن لسه موجودين، لسه في امل، يعني إنه سوريا لسه رح ترجع مثل قبل وأحسن.